السلام عليكم طلاب، رحمة الله وبركاته. محاضرة رقم 10، تمريض الأطفال النظري بيدياتيك نيرسينج، بعنوان Blood Dysfunction Iron Deficiency Anemia Skull Cells Anemia، يعني فقر الدم ووظائف وقلة وظائف الحديد أو نقص الحديد وفقر الدم المنجلي. نجي على Iron Deficiency، هو نقص الأيرون الحديد الأنيميا بسبب فقر الأيرون. هناك عندنا أنواع من فقر الدم، من ضمنها نقص فيتامين B12 وانحلال كريات الدم الحمراء ونقص الأيرون. نجي على موضوع الأيرون ديفيشنسي أنيميا، اللي هو is type of anemia، هو يعتبر أحد أنواع فقر الدم caused by lack of iron، بسبب عدم وجود أو اختفاء الأيرون الحديد. Anemia is defined، هذه الأنيميا الفقر الدم يعرف decrease in the number of red blood cells، يعرف بقلة عدد كريات الدم الحمراء or the amount of hemoglobin أو كمية الهيموغلوبين in the blood في الدم. Iron deficiency anemia is the most prevalent nutritional disorder، الأكثر شائع بالأشخاص اللي عندهم اضطرابات في التغذية. In the United States، في الولايات المتحدة، and the most preventable minors disappearances، وأيضا تكثر في اضطرابات المعادن التي يمكن منعها. Causes and risk factors of iron deficiency anemia، ما هي الأسباب والعوامل الخطرة؟ أولا decrease intake، يعني قلة الأخذ. بماذا قلة الأخذ؟ أكيد أخذ الأيرون عن طريق مثلا nutrition. common in age 6 to 24 month، في الأعمار هي لعمر 6 إلى 24 شهر، due to تؤدي إلى prolonged breastfeeding، بسبب أخذ للرضاعة لفترة طويلة لرضاعة الثدي، without بدون supplementations، بدون ما يجي تجهيز أو تزويد بالديلي وينج، يعني بتجهيزات أخذ الحديد مثلا بالتغذية بالنتروشن. إحنا نعرف من الشهر الرابع للسادس نبدأ بداية النتروشن للأطفال، اللي هنا طيل كود السوائل، فأكيد يجب أن تكون مأخوذ بنسبة آيرون. ليش؟ أنه حليب الأم لا يحوي على الحديد، لكن ممكن بالثلاثة أشهر أو الأربعة أشهر الأولى هو خازن من الأم بفترة البريجنان، فترة الحمل، مأخوذ من الدم. فنعرف كل ثلاثة أشهر تتجدد كريات الدم الحمراء، ثلاثة إلى أربعة راح يقل عنده الآيرون، لذلك يجب تزويده في هاي الفترة. كاو ميلك فيدرز، اللي ياخذ دائما الرضاعه عن طريق حليب الابقار، ياخذون حليب الابقار. قله الايرون بي وقله اللاكتوفيرن هيت ليبول بروتين ماي اندوس اوكيوليت بلاد سيلوز، ممكن ايضا تنحل هذه المواد في الحراره، يعني من يفورون او يغلون هذا الحليب تحرم الماده. decrease iron absorption، بسبب ممكن يكون بسبب قله امتصاص الحديد، اللي هي أسباب عدة. mild absorption syndrome، هو أحد الأمراض لسوء الامتصاص المتلازمة، سوء الامتصاص. excess tea، اللي يشرب شاي، هو أكيد يشربون شاي لأنه الشاي راح يتفاعل مع الحديد وينطرح بالإدرار. فاتشايت وأنتي أسيد، أيضا يأخذ مضادات الحموضة. decrease iron stores، هو قلة خزن الحديد، اللي هي بسبب iron deficiency pregnancy، بسبب الحديد الموجود بالحمل نتيجة فقر الدم الحامل، فقلة الخزن في الطفل يصير عنده بعد الولادة. برينيتال بلود لوس، بسبب فقدان الدم خلال فترة الحمل. بريتيم، إذا كان الطفل خديج ولادة مبكرة. انكريز ريكويرمنت دو تو، بسبب زيادة الاحتياجات، هي بسبب أولا رابيد ريت اوف جروث اند توينز، يعني الأم إذا كانت حامل بتوم تحتاج كمية عالية، فتحتاج احتياجات أكثر، لكن ماذا تأخذ باحتياجها الحقيقي؟ تأخذ أقل من احتياجها. بريتم، إذا كانت ولادة قبل أوانه. إنفانت، طفل رضيع، يعني الخدج يحتاج إلى حديد. طفل الرضيع يحتاج، مثل ما قلنا لكم، يحتاج حديد لأنه راح يبقى معتمد على الحليب فقط والحليب ما يحوي. أدولسنت، في عمر المراهقة، لأن نعرف بفترة الأدولسن رابيد جروث راح يصير سرعة بالنمو، لذلك يحتاج إلى الحديد. كونجنتال cyanotic heart disease، أمراض القلب يحتاجون إلى دم، due to balocythemia، يعني بسبب انحلال بالدم يصير عندهم. increase loss، بسبب فقدان الدم. common in age under 2 years، اللي عمره أقل من سنتين يحتاج، بسبب أولا over blood loss hematuria، مثل إذا كان عنده بسبب البول الدموي يحتاج إلى دم.
وأيضا بسبب الابستاسكسيا اللي هي الرعاف والهيموداليسيس تحلل الدم، يحتاجوا إلى كمية عالية من الدم أو الحديد. عندنا هنا الأوكيوليت بلاد لوس ديو تو بيض المنخفضات، يعني بسبب فقدان الدم. أنكولوستوميا أيضا، وعندنا البيبتيك ألسر قرحة المعدة، وعندنا البوليبس ورم الموجود بالجاسترو، الإيزي فوق إيجولز ريفلكسس والارتجاع المريء والمعدة، وكوميلك بروتين ألرجيك إذا كان عنده حساسية من البروتين الحليب، والميكيلز ديفيتريكسيوم اللي هو رجع خلقي حقيقي موجود بانتفاخ في الأمعاء واحتلال بالجهاز الهضمي، هذه بسبب فقدان الدم. ريسك فاكتور، نجي على العوامل الخطرة اللي هي بريتيرم انفانت، الأطفال اللي خدج هم أكثر عرضة. children 12 to 36 months of age، الأطفال اللي عمرهم 12 إلى 36 شهر أكثر عرضة. adolescent أيضا المراهقين. also at risk because، لأكثر خطورة لأنه the rapid growth مثل ما ذكرت لكم نمو سريع يحتاج إلى compound with poor eating habit، وأيضا ممكن يشربون شاي هواية. menses وفترة الحيض، obesity السمنة، stearinosis activities والنشاط الزائد، والأرق عندهم الإرهاق. بالومن نساء women in general are greater risk، الأكثر خطورة اللي هو iron deficiency anemia because women lose blood during menstruation، بسبب لين تجيها دورة شهرية وفترة الحيض تفقد الدم. عندنا هنا الفيجيتيرينز اللي هو ما أشخاص النباتيين يأكلون نباتات. frequent blood donors اللي أطفال اللي أشخاص دائما يتبرعون بالدم، دائما ينطي تبرع دم. نجي هنا على clinical manifestation اللي deficiency للآيرون. general هنا external fatigue راح نشوف تعب شديد، weakness راح نشوف ضعف، pale skin راح نشوف الجلد مالته شاحب، chest pain ألم بالصدر، fast heart beat راح يصير تسرع بضربات القلب، shortness of breath ضيق بالنفس، CNS اللي هو الجهاز العصبي المركزي، loss of concentration راح يصير عنده فقدان بالوعي أو التركيز، headache صداع dizziness راح يصير عنده دوار، cold hand and feet يصير عنده برودة بأطرافه بالإذراع والقدم، poor appetite راح يصير ضعف بالشهية، specials in the infant and children وخاصة بالأطفال الرضع والأطفال العاديين. اما الاعراض السبيسيفيك هاي جنرال، الاعراض السبيسيفيك اللي هي سير بيكي بريفنتد ابتايت، يعني تصير فقدان بالشهيه، نلز الاظافر راح يصير بيرتشلز، راح يصير بيرتشلز يصير هشه، اند سبونج، سبونج يعني يصير هشه ومتحدبه مثل الملعقه، هاي متحدبه تصير من الوسط مثل الملعقه، تصير سبون نلز يعني تصير ملعقه الاظفر. تمام. عندنا ايضا الانجيورز استيموتاسيس جلاستيسيس اللي يصير عند التهاب بزاوية الفم واللسان. هنا عندنا أحد الأسباب أيضا الأنكلو استيموسيس والبولموري، البولموريا اللي هو متلازمة بولمورفونسيس اللي هي تسمى متلازمة بارسون بران، وهي تعتبر يعسر في بلع أو النقص بالحديد مزمن، وتعالج معالجة فقر الدم مع توسيع المريء، يعني ضيق بالمريء بحيث من يبلع الأكل ما يقدر يبلع الكمية الكافية، لذلك يقل امتصاص الحديد. وأيضا عندنا الأنكلوستوميا اللي هي جي آي تي، مرض يصير بجهاز الهضمي، اللي تكون هي أبدومينال بين، أحد أعراضها ألم بالبطن. وأيضا شرحنا البولمينر اللي هي فيجن سندرام، يصير متلازمة فيجن، وأيضا آيرون ديفيشنسي أنيميا فقر الدم بالحديد، وديسني ديسفيكيا اللي هو يصير التعب ايضا. وعندنا هذا تشوفونها الخاشوقه اللي هي السبون نل، تشوفون سبون نل يصير مثل الخاشوقه الاظافر. هاي الصور تشوفونها شحوب الجلد بول سكن، وعندنا الاتروفيك جلاسو بول سموث تانج اللي هي تشوفوها بالزوايا بالفم باللسان التهابات، وسبون نولز هاي نشوفها الأظافر. نجي على لابراتوري اند دياجنوستيك تيست، راح اكيد الاختبار راح يكون التحاليل والتشخيص السي بي سي كاونت بلاد اللي هي كومبيوت اللي تكون صوره كامله لكمبليت بلاد كاونت، تحليل الدم العام كومبليت بلاد كاونت، سي كومبليت بي بلاد، والسي ثانيه
كاونت يعني تحليل الدم العام، راح نشوف كريات الدم الحمراء، راح نشوف الهيموغلوبين وانواع كريات الدم الحمراء والبيضاء، الكلر انديس والبون مورا، بون مورا يعني نخاع العظم، ايضا راح نشوف والإرثرويد، الهايبر بلاسيميا، وايضا نوت ملاحظه راح نشوف essential of the diagnosis of iron deficiency، راح نشوف الانيميا نقص بالهيموغلوبين والار بي سي، راح نشوف احتمال ايضا نقص احد مكونات الكريات الدم الحمراء وغيرها. راح نشوف الاي في ايرون عن طريق الوريد، بروفايل السيرم راح نسحب الدم، راح نشوف السيرم نشوف الايرون والسيرم الفيرتين تخثر الدم، راح نشوف ترانس فيو ترانسفيريا ستيشنز وتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، وايضا فور ذا كوزز بالاسباب، ايضا ستول اناليسز راح نشوف ايضا بالدم بالخروج بالتحليل مالته، راح نشوف الانكلوستوميا هو الورم الانحلالي يعني بسبب الانحلال يصير يظهر بالخروج، واندوسكوب بالناظور may be needed to detect of the set of chronic blood loss، ممكن نشوف بسبب فقدان الدم موضعي بسبب بيبتيك ألسر قرحة المعدة، يعني نشوف الناظور بالمعدة والمريء جهاز الهضمي. أيضا عندنا special investigation تحاليل خاصة اللي هي microstatic وhypochromic وأنيميا، تحاليل خاصة راح نشوف الايرون ليفل مالته راح يقل لونه ازرق، يصعد بمكانه الاي بي سي مستوى الحديد والايرون ستوريسز، تشوفون يعني هذا يصير ازرق بازرق معناته شنو؟ معناته قلة النسبة مالته. هنا راح نشوف هذا بالنورمال الايرون ليفل يصير ازرق والايرون ستوريز يصير ازرق والاي بي بي يصير احمر، هذا بالنورمال. اما اذا شفنا الاب نورمال، راح نشوف الاب نورمال هو ريتوكلوريستوسيس افتر ايرون ثيرابي، راح نشوف بالابنورمال تنعكس هذا يقل الحمار، يقل الاي دي اي، يقل عندهم الحمار اللي هو شوف ديفيشنسي، بينما بالنورمال راح يزيد الكريات الدم الحمراء واللون مالته الاحمر يزيد. بمعنى شنو؟ راح يصير الاي بي يصير الاي بي سي راح يصير لونه ازرق، بينما بالنورمال شلون لونه احمر، راح يصير لونه ازرق بالديفيشنسي. تشوفون اي بي سي هنا لونه ازرق، ليش؟ لانه قلل عندنا الايرون. تشوفون هذا بالنورمال، هذا نورمال، بينما هذا الاب نورمال، هذا الاب نورمال غير طبيعي. نجي على الثيرابيوتيك مانجمنت، العلاج ثيرابيوتيك مانجمنت فوكس يركز اون تريتمنت ذا كوزز اي دي اي يعني ايرون ديفيشنسي انيميا، نعرف السبب الرئيسي اذا كان الانكلوستوما الانحلال او بيبتيك ألسر او القرحه ممكن معالجتها حتى ما يتكرر البلد لوس فقدان الدم. increase the amount of supplemental iron and in the child receive يعني الاطفال يجب زياده المكونات اللي تحوي على الحديد تزويتهم باحتياجاتهم. this is usually عادة down through dietary counseling بحيث نودي إلى طبيب خاص استشاري للتغذية and administration راح يدير of oral iron supplemental يعني يدير الحديد عن طريق التغذية راح يساعدنا بيسوي جدول غذائي كيفية تزويد الطفل بالحديد، تمام؟ يعني ينطينا schedule جدول ينطينا غذائي بالأغذية المفيدة للطفل. ايضا informal feed infant اللي هذه النظام الغذاء الرسمي the most convenient اللي يكون اكثر مناسب and best والافضل source بالمصادر of supplemental اللي تشتق من عتها الايرون الحديد iron fortified ممكن تحصين الحديد commercials فولمر وممكن اعطاء تجاري and iron fortified infant cereal وممكن يكون نباتي، يعني يا اما نعطي عن طريق الميديكيشن تزويده او عن طريق التغذيه. Infant younger than 12 months اللي الأطفال اللي عمرهم أكثر من 12 شهر age بالعمر should not be given fresh cows ما يجب ما نعطيهم الحليب الطازج because ليش؟ it is increase the risk of GL بحيث يزيد بالأمراض فقدان الدم blood loss occurring from the exposure to heat label protein، ليش؟ لأنه هو راح يتعرض للتحليل الغير مستمر بالحرارة، يعني من يدفى البروتين يتحلل بها، لذلك ما راح يفيد الأطفال milk induced GI
mucous damage رح تتلف بالحرارة resulting from lack of cytochronic iron بحيث يتحلل الحديد هيمو بروتين يتحلل الحديد الهيمو بالبروتين of GI bleeding بحيث يؤدي إلى النزف is expected الذي يشبه the child stool should be gaic testing يعني بحيث من ناخذ تحليل أو اختبار مال خروج راح نشوف الدم بالخروج on at least 4 or 5 conscious to identify any intermittent blood loss بحيث نشوفه متقطع بين فترة وفترة dietary actions of iron rich الغذاء يجب أن يكون غني بالحديد usually and quiet وبكمية كافية لكن بعضهم يأخذون and quiet غير كافي as the sole treatment لذلك يجب إعطاء العلاج يعني إذا كان الغذاء غير كافي بالحديد يجب إعطاء العلاج iron الحديد deficiency anemia because the iron poorly absorbed بسبب قلة امتصاصه لذلك يجب تزويده ويا الأكل يشرب and those provide insufficiency supplement quantities of iron dietary source مصادر الغذائية iron cannot replace body stores ممكن أن ما تساعد على خزن التغذية أما يعني خزن الحديد داخل الجسم oral iron ممكن إعطاء الحديد عن طريق الفم supplement المكملات الغذائية are prescribed حسب الوصفة for approximately تقريبا 3 months تبقى الوصفة 3 أشهر مثل ما ذكرت لكم بالسابق قلت لكم كريات الدم الحمراء تتجدد كل 3 أشهر يعني 120 يوم لذلك كل 3 أشهر يجب إعطاء أو استمرار العلاج خلال 3 أشهر حتى نشوف نسبة الآيرون صعدت عنده الفيروس آيرون اللي هو حديد حبوب الحديد أو شراب الحديد الفيروس أو الفيروب سامعين بشراب الفيروب اللي هو آيرون more readily absorbed than الفيروك آيرون results in higher HB يعني ليش لأن هذا الشراب يكون غني بالهيموغلوبين ليفل مستوى الهيموغلوبين بي اسكوربيك أسيد فيتامين سي وأيضا بما أنه ننطي الفيروب الآيرون يجب إعطاء فيتامين سي شنو فائدة فيتامين سي appear to facility هو الوسيلة اللي يساعد على absorption امتصاص of iron الحديد and may be given as vitamin C enhancing food and juices ممكن أن يعطي الفيتامين سي أما جاهز أو ينطي عن طريق التغذية والعصائر الطبيعية الحمضيات with the iron preparation مع تحضير الحديد أيضا هنا iron therapy the responses يستجيب to iron therapy للعلاج الحديد can be monitored using يجب مراقبته باستخدام the reticulocyte account تحليل reticulocyte account and الهيموغلوبين level ومستوى الهيموغلوبين HB should rise 1 by 1 gram per week يعني كل أسبوع لازم يصعد واحد نسبة 1 gram oral tab والحبوب يستخدم كل 8 ساعات 8 hours vervors sulfate 200 milligram tab وأيضا كبريتات الحديد اللي هي قياسة 200 milligram حباية vervors glucont 300 ميليغرام تاب وأيضا حبوب الكلونكاريت الحديد اللي هي 300 ميليغرام قياسها the hemoglobin level falls إذا شفنا مستوى الهيموغلوبين فشل to rise بالصعود after one month خلال الشهر of oral therapy خلال العلاج الفم عن طريق الفم it is important هذا جدا مهم imperior iron administrated or other causes the anemia ممكن يكون سبب آخر هو بسبب هذا الأنيميا يا إما يكون bleeding نزف or iron malabsorption أو عندنا قلة امتصاص الحديد و non complaints وعدم الاحتمال الاكتمال أو الاحتمال الكامل أيضا أو الامبيريور ايرون administration أو إساءة باستخدامه يعني طريقة إعطائه خطأ or other causes of the anemia وأسباب أخرى للأنيميا perinatals يعطى يجب أن ينطي ال IV or intramuscular IM يتحول من الفم إلى عضلي وريدي يتحول عطاء من الفم شراب أو حبوب يتحول إلى حقن injection IV or IM يعني IV or IM اللي هو parenteral يعني ينطي injection حقن
iron administration is safe بحيث يكون آمن and effective وأكثر فعالية، لكن painful مؤلم، expensive ومغلي غالي، يعني أسعارهم غالية. and occasionals associated with the regional lymphodepathy transit وأيضا transient arthritis or serious allergic reaction ممكن يكون أيضا يسبب إلى حساسية. البارتينال الاي ام اور اي في اذا نعطي حقن الفوري او العلاج الفوري عن طريق العضلة او الوريد. ايرون ديكستران اللي هو 100 ملي جرام، يعني قياسه 1 ملي جرام، يا اما ينطي وريدي او عضلي. ايرون سوربروتولز اللي هو 15 ملي جرام ينطي فقط عضلي. اما الانديكيشن اوف بارنتلز سيري اي في اللي هو اف يجب ان، عند استخدامه يجب ان اولا اورال ايرون انترولرنس عدم تحمل الحديد عن طريق الفم حتى نحوله بالوريد او بالعضله. جي اي ديسوردر بيبتيك ألسر ممكن اذا صار عنده قرحه بالمعده فما نقدر نطي عن طريق الوريد، اكل نضربه بالعضله او بالوريد، لما نطي عن طريق الفم اذا كان قرحه بالمعده ما يتحمل اذا يتحول الى وريدي او عضلي. مال ابسوربشن سندروم اذا كان مصاب بمرض عدم الامتصاص او سوء الامتصاص او متلازمه سوء الامتصاص اعطاء عن طريق الحقن او بالعضله بالوريد. رابيد ايرون لوس اذا كان يفقد الحديد بسرعه ما راح يلحق بالفم، اكيد نطي له بالوريد لو بالعضله. وعندنا النقطه اللي بعدها اللي للثيرابيوتيك هي ترانسفيوجن ار انديكيتد عن طريق النقل بالوريد، ننقل الدم بالوريد. ترانسفيوجن موست سيفير انيميا اذا كان فقر دم حاد ننطي بلاد ترانسفيوجن ينقل الدم. اند in cases of في الحالات serious infection التهابات سلسلة من الالتهابات cardiac dysfunction اعتلال في وظيفة القلب surgical emergency في حالة الطوارئ الجراحية when the anesthesia is required يحتاج إلى تخدير. packet RPC 2-3 ملم كيلوغرام و not whole blood ملاحظة not يعطى الدم اللي whole blood يقصد بهول بلاد طلاب اللي هو دم متكامل، يعني ما مسحوب منه الكرايو ولا مسحوب البلازما ولا مسحوب البليتلت من عنده، يعني دم فريش نسميه هول بلاد اللي يكون تقريبا البطل قياسه 450 إلى 500، مو مثل الباكت. الباكت الماخوذ بتو لاين بخطين ماخوذات البلازما والأقراص والكرايو، لكن الهول بلاد نسميه فريش بلاد فريش كل شيء يحتوي على كل مكوناته. ار يوز ماني مامز the chance secretory overload يعني ممكن ان يعطي حتى تتحمل الدوره الدمويه. supplement oxygen تزويد الاكسجين is administered when tissue hypoxia is severe يعني من ما نشوف الخلايا او الانسجه قلت الاكسجين بها يجب تزويد الجسم بالاكسجين. nursing care management الرعايه التمريضيه ensuring adequate iron intake يجب التاكد بان ياخذ كميه كافيه من الحديد. educated تثقيف the parent العائلة والوالدين on how to protect كيفية الدفاع the child from injury due to an unstaged gait or dizziness يعني يكون الحماية بالأطفال حول الإصابات التي تؤدي إلى الغير مستقرة أو الرعاشة اللي عتم ذول الغير مستقرين الرعاشة نحاول نكون دفاعين حتى لا يتعورون أو ينجرحون يفقدون الدم. an essential nursing responsibility أما المسؤوليات التمريض الأساسية instructed التعليمات parent للوالدين in the administered iron لإدارة الحديد شلون ينط الحديد عن طريق الأورال الفم. iron should be given prescript يعني تكون بوصفة يجب أن يعطى بوصفة into divided dose between meals بحيث ينقسم إلى وجبتين مرتين باليوم. 4 an adequate dosage وأيضا الجرعة الكافية of oral بالفم. iron turn and stool try green color ممكن تنبيه الأهل بأنه الخروج راح يكون لونه أخضر. the nurse الممرضة advise تنصح parent الوالدين of the normally expected changes in cures about the cures follow up visits absence of the greenish black يعني الممرضة توضح للعائلة بأن المتوقع يكون الخروج لونه أخضر أو ماء للسواد، لكن في حالة عدم لونه يتغير لون الخروج يجب follow up visit يجب متابعتهم زيارة
حين absence of green to black يعني اختفاء هذا اللون من الخروج الأسطول may be called a clue poor administration of iron ممكن يكون خطأ باستخدام أو إدارة إعطاء الحديد either schedule ممكن يكون خطأ بالجدول in dosage ممكن يكون خطأ بالجرعة vomiting or diarrhea can occur التقيؤ والإسهال ممكن أن يحدث with the iron therapy خلال فترة الحديد إعطاء الحديد علاج الحديد if the parents report these symptoms يجب تعليم العائلة بإعطاء تقرير يسجلون تقرير حول الأعراض والعلامات اللي تظهر عندهم خلال إعطاء العلاج الحديد the iron can be given هذا الحديد ممكن إعطاء with the meals مع الوجبات and the dosage ومقلل الكمية reduce and then schedule أو gradually increase until tolerated يعني ننطي تدريجيا نزيد الجرعة لحين ما يتقبلها الجسم ممكن يصير عنده nausea vomiting بسبب العلاج المفاجئ فننطي جرعة قليلة مع الوجبات شوي شوي نزيد جرعته خمسة if parenteral في حالة الحقن iron preparation مستحضراته are prescriptive يعني حسب الوصفة iron dextran must be injected deeply يعني يجب يكون الحقن عميق into large muscles بالعضلة الكبيرة must using the Z-track method مثل طريقة Z-track method injection set موقع الحقن not massage من خليله مساج يعني منفرك ليش after injection minimize skin staining and يعني ممكن تكون نقلل من كمية الصبغة لأن نعرف إحنا يترك صبغة أو irritation أو التفاعل بها أو التحسس لذلك ما نفرك المكان خليها في مكان واحد حتى السوادات اللي تعرفون اللي يضاربين أوبر الجكتوفير والآيرون صير المنطقة سودة نفركه راح يزيد هذا السواد لذلك ما نفركه نضغط عليها Because the more than 1 mm should be given in one set, the IV route should be considered to avoid multiple injection. أيضا ممكن أيضا عدم إعطاء الحقن المتكرر فقط تنطي مرة واحدة should be given one set في مكان واحد the IV route should be considered to avoid multiple injection. ممكن نحولها إلى وريدي يعني مو نفس المكان نكرره ممكن نحوله أيضا إلى وريدي carefully observation العفو متابعة والرعاية is required because بحاجة إلها بسبب the risk of adverse reaction ممكن تكون هنالك تفاعلات such as anaphylaxis with IV administration ممكن بسبب الإعطاء الوريدي test does يجب أن قبل إعطاء الجرعة اختبار recommended يوصى before routine use قبل استخدامها يعني العلاج المفرط مع إعطاء الوريد يوصى بجرعة اختيار قبل الاستخدام العلاج يعني تسوي تحسس لذلك نسوي test اختبار قبل لنطي informal feed infant العلاج الرسمي أو الرئيسي بالأطفال the nurse discuss يجب أن تشرح الأم الممرضة with the parent مع الوالدين they important very جدا مهم of using iron fortified بتركيبات الحديد يعني من نط غذاء للطفل الرئيسي يجب أن يكون ويا حديد الوجبات الرئيسية formal and introducing salt food وأيضا نقلل الأكل الصلب as they appropriate age during the first year وخاصة بالأطفال العمر سنة إعطاء العلاج العفو التغذية تكون يعني هرسة مهروسة مو صلبة وتحوي على الحديد traditionals التقليدي cereals الحبوب مثلا are one of the first semi salt يعني مثل إعطاء الأغذية بها الحبوب أكون شبه صلبة introduce into the infant diet over mostly 6 months of age تقريبا بالأطفال اللي عمرهم 6 أشهر فما فوق the nurse can also الممرضات أو الممرضة غالبية stress that overweight راح نشوف الوزن الزائد is not synonymous with good health يعني بنشوف الممرضة الطفل وزنه زائد مو معناته هذا الوزن صحي يعني ممكن يكون obese لكن هو عنده iron deficiency anemia prevention شلون راح نمنع او الوقايه من الايرون ديفيشنسي انيميا تشوز ايرون ريتش فود انكلود يجب ان يكون الغذاء حاوي على او غني بالحديد اولا ريد ميتس يعني اللحم الاحمر سو فود الاغذيه البحريه
بيانس الفاصوليا، وبالذات الجرين فاصوليا الخضراء، دارك جرين ليفلي فيجيتابلز كل الخضروات الخضراء الغامقة such as سبانخ مثل السبانخ، دريد فروت الفواكه الجافة such as raisins الزبيب and البروكت البروكت المشمش، وايرون فروتيد سيريالز والأغذية الحبوب الحاوية على الحديد بريدز الخبز and باستز معكروني والبيس البازلية. choose food containing فيتامين سي، لا تغذية تحوي على الفيتامين سي انهانس التي تساعد على ايرون ابسوربشن امتصاص الحديد باي بواسطة drink كاتريز choose يعني الغذاء العصائر الحمضيات like origin orange choose مثل عصير البرتقال. فيتامين سي also found أكثرية فيتامين سي موجود بالبروكلي موجود بالبروكلي جريب فروت بالجريب فروت والكيوي والليفي جرينز الخضروات اللي عتها ورقية ورقية مثل الخس مثل عندنا السلق والسبانخ وغيرها. ميلونز البطيخ والشمام أورنج أورنجز البرتقال والبيبرز الفلفل والستروبيريز الفراولة والتانجرينز اللي هو الليمون والطماطم. نجي على preventing iron deficiency anemia in infant، راح شلون أسوي وقاية لنقص الحديد في الأطفال الرضع. to prevent deficiency anemia in infant بالأطفال الرضع feed الغذاء the baby breast milk، أكيد راح يكون غذاء بالبداية هو breast feed يعني الرضاعة الثدي or iron fruited formal for the first year، ويكون الغذاء الرسمي يجب أن يكون أو الرئيسي ويحوي على الحديد. cow milk isn't good source، الحليب البقر ليس المصدر الرئيسي للحديد babies and recommended، ولكن يوصى from under one year ولا يوصى بعمر أصغر من سنة. after six months start feeding the baby iron fortified cereals، الحبوب اللي تحوي على نسبة الحديد عالية يجب تعطائها للأطفال or paired المهروسة ميت يعني نهرس اللحم نهرسه at least twice day ينطي مرتين باليوم to boost iron intake بحيث يكون كمية الحديد عالية after one year بعد السنة الأولى. be sure نتأكد من الأطفال children don't drink more than 20 ounces يعني تقريبا 591 ملم يعني تكون كمية الحليب ما يأخذ أكثر من 20 أونس. ليش؟ لأنه راح يأخذ كمية الحديد لذلك يحتاج الحديد أكثر. or milk day too much milk of intake إذا يأخذ الحليب أكثر من الطبيعي place of other وما يترك أي مكان للغذاء including those that are rich in iron، يجب أن يتضمن غذائه يحوي على كمية من الحديد. complication الايرون ديفيشنسي انيميا مضاعفاتها مايلد ايرون ديفيشنسي انيميا راح يكون عندنا نقص في فقر الدم عندنا مايلد ايرون وعندنا يوجوالي دازنت كوزز كومبليكيشن بعض الاحيان نقص فقر الدم ما يسوي لنا مضاعفات ما ينطينا اي مضاعفات هوفر ليفت انتريت لكن من نتركه ومن عالجة iron deficiency anemia can become severe ممكن يزيد النسبة مالته and lead to يؤدي إلى health problem مشاكل صحية انكلوش تتضمن أولا heart problem مشاكل بالقلب. iron deficiency anemia نقص الحديد فقر الدم نقص الحديد may lead to ممكن يؤدي إلى rapid or يسرع أو irregular heartbeat يعني يكون تسارع وعدم انتظام في ضربات القلب. the heart must pump المصمم أو المنظم للقلب more blood يحتاج إلى دم كمية عالية competency for the lack of oxygen وبسبب قلة الأكسجين carried in the blood when you are anemic وبسبب فقر الدم راح يقل الأكسجين ذات كان ليت وما يؤدي إلى large heart يعني large heart راح يؤدي إلى تضخم في القلب or heart failure أو عجز بالقلب لقلة الأكسجين. problem during pregnancy المشاكل اللي تصير خلال فترة الحمل in pregnant woman الأم الحامل severe iron deficiency اللي عدها فقر دم حاد has been linked يرتبط to premature birth ولادة مبكرة and low birth weight وقلة وزن babies للأطفال but the condition لكن هاي الحالات preventable in pregnant women who receive iron supplement as part of their prenatal care
لكن ممكن أن تعالج بإعطاء هذا الحليب ومعالجة المشكلة أو المضاعفات. growth problem مشاكل النمو in infant and children بالأطفال الرضع severe iron deficiency اللي عنده فقر دم حاد can lead to anemia يؤدي إلى فقر الدم as well delayed growth يأخر إلى النمو and development والنماء يأخر إلى نمو نماء additional iron deficiency anemia is associated with the an increased susceptibility to infection غير الأنيميا أيضا associated عنده علاقة بيكون زيادة increased susceptibility to infection يكون مضيف للالتهابات والإصابات يكون الطفل معرض للإصابات بسرعة وقت أسرع عندنا المرض الآخر اللي هو skull cells anemia اللي هو انحلال الدم أو الدم المنجلي deficiency نعرفه a form of hemolytic هو انحلال أنيميا هو الدم انحلالي characteristic من مواصفاته by the presence of hemoglobin S شو يصعد عندنا؟ راح يصعد عندنا هيموغلوبين S instated بدلاً of the normal adult بدلاً من الهيموغلوبين الناضج اللي هو هيموغلوبين A يعني الهيموغلوبين A الناضج راح يقل يصعد بمكان الهيموغلوبين S تشوفون من يصعد الهيموغلوبين S يصير هذا الشكل مثل المنجل سمي المنجلي يعني يشبه المنجل مالت الفلاح سيكل سيلز أنيميا فقر الدم المنجلي أو المنحل is one of group هو أحد مجاميع الأمراض disease collectively termed اللي هي هيموغلوبين باثي اللي هو أمراض الهيموغلوبين in which normal adult هيموغلوبين يعني يكون الهيموغلوبين الطبيعي البالغ الطبيعي اللي هو A is partly or completely replaced by normal abnormal sickle HbS يعني يا إما يختفي كاملة أو جزئي تبديله يصعد بمكانه اللي هو هيموغلوبين S يعني يصعد نسبة الهيموغلوبين الS الغير ناضج بمكان الهيموغلوبين الناضج اللي هو A ممكن يكون single pass ممكن تكون شغلة يعني فشي بسيط base mutation بسبب طفرة وراثية بالدي ان اي نتيجة الدي ان اي causing تسبب the presence وجود of الفايلين اللي هو فايلين تشوفون هذا الفايلين تصعد نسبة الفايلين تصعد نسبة الفايلين instead بدلا of the glomatic بدل هاي الجلوماتيك المختفية يصعد نسبة الفايلين إذا صعدت الفايلين بدل الجلوماتيك راح شي يصير position number 6 راح يصير وضعية رقم 6 بالبيتا تشاين بالسلسلة of the hemoglobin mucus باعوها هاي السلسلة 1 2 3 4 5 6 راح يصير هنا البروبلم بهذا رقم 6 1 2 3 4 5 6 بيتا 6 راح شي يصير جلوماتيك المفروض الجلوماتيك هنا يصير ويا جلوماتيك فهو بدل الجلوماتيك صار اختفى جلوماتيك صار الفايلين اللي هو يراجع الى اللي اتش بي اس راح يصير بمكان المفروض هنا جلوماتيك جلوماتيك شلون هاي رقم 7 جلوماتيك بلوماتيك بيتا 7 بيتا 6 راح يصير جلوماتيك ويا مقابلها الفايلين يعني يصير بمادة الفايلين فمادة الفايلين هو معناته وجود مرض ال السيكل اللي هو البحر المنجلي نجي على سيكل سيلز انيميا نورمال ده نشوف النورمال هنا النورمال الطبيعي ده نشوفه شلون يصير المفروض مثل ما قلنا الجلوماتيك مقابلها جلوماتيك هنا راح شو يصير this present zero chance of hung skull cells anemia 0% normal and 100 chance having skulls cells trite تشوفون هاي الحالات المرضية تشوفونها ارتفع الهيموغلوبين الاس هنا ايضا مرتفع هيموغلوبين الاس هنا جزئي S بأي نانا أيضا نعتبر جزئي هو الS بأي تمام هاي البرسنتج نسبة الS ويا الأي ونسبة الS تشوفون هنا سيفير SS نانا ممكن تكون جزئي S بأي أي S بأي أي أي تمام هاي تكون شوية يعني الحالة أضبط This present has B chance has skulls anemia هي صح بها 50% لكن النورمال أيضا يكون 50%
تمام؟ بينما هاي الحالات تكون الحادة. نيجي على الباثوجينز، الحالات المرضية لل HBS، إن الهيموغلوبين S من يصعد withstand hypoxia if exported low O2، راح يقلل نسبة الأكسجين من يصعد ال HBS. tensions ال HB هيموغلوبين polymerases، راح يصير عندنا RBC distraction، راح تتوزع أو تتحلل كريات الدم الحمراء intravascular seeking with subsequent، راح يصير بتحليلها تتحلل خلال فترة وهي تمشي بالأوعية الدموية، هي تصير بالأوعية الدموية. راح يصير aggregations vascular coagulation، يعني يكون راح تتجمع. تشوفون هسه هذا النورمال، دا تمشي النورمال الكريات الدم الحمراء النورمال دا تمشي، بينما هنا الابنورمال دا تتجمع بهذا المكان skulls blood فلو جمعت، من تتجمع راح يسوي بلوك، راح يسوي انسداد، بينما هنا دا تشوفونها دا تمشي، هنا متجمعة وسوت الانسداد. اذا من راح تتجمع نسوي انسداد بالاوعية الدموية trapping and hemolysis، من تتجمع او تصطاد وتتحلل ان ريترو كلو اندوثرابي سيستم ان ذا سبلين، راح تكون سبب بالطحال والليفر بالكبد فورمز سيكل سيلز انيميا، يصير عندنا حالة الهيموزوغوسيس اللي هو يصعد ال HBSS. إذا كل SS مثل هاي الحالة نسميها الهيموزايغوسيس، تكون حالة حادة جدا. أما الحالة لسكول سيلز ترات الهيتروزايغوس اللي هي تصعد بيها الأس والأي، يعني تكون متعادلة الأس مع الأي، يعني البالغ والإيماتشور اللي هو يعني يكون الهيموغلوبين أي موازي للهيموغلوبين أس، بينما بهاي الحالة الهيموزايغوس لا يكون بس الأس يختفي، أصلا الهيموغلوبين أي يختفي. فهي بالحالتين تكون حالات مرضية، لكن الأكثر حالة مرضية هو اختفاء نهائي للهيموغلوبين أي، فيكون بس الأس أس متكرر. تمام؟ normal blood cells are flexible and appled sequentially through the small couplers، بحيث تكون مرنة وراح تتجمع في هذا المكان. هذا ده شوفوه هنا الحالات الباثوفيزيولوجيكال، شوفون الكريات الدم الحمراء النورمال تمشي طبيعية، لكن الابنورمال هنا بقت تتجمع فسوت انسدادات، تمام؟ بحيث راح تتمدد فصير انسدادات. ميكانيزم السكلز السيلز انيميا، ميكانيزم مالتها لو اكسجين تنشن، راح يقل نسبة الاكسجين. هيموغلوبين الاس الاندرجوز aggregation and polymerases polymerogens causing the red cells to be rigid and dimorphed، يعني شو تكون؟ يصعد نسبة الهيموغلوبين الأس، راح يصعد هذا اللون أحمر، يصعد ويتجمع بحيث يسوي انحلال بالكريات، انحلال تتمدد ويتغير شكلها. تمام؟ sequency encephaling spling سنيلوسيد، يعني بحيث تتجمع تصير وين؟ بالطحال هيمولاتيك أنيميا، تسوي تحلل بكريات الدم الحمراء. هسه هاي النورمال دا شوفون شكلها النورمال شلون تمشي وتصير طبيعي، الابنورمال دا شوفون شكلها تغير وتتجمع بهذا المكان، ممكن نسوي انسداد بالاوعيه الدمويه. مايكرو انفركت فاسكولار كليشن كريسيس، يعني ممكن نسوي ازمات بالاوعيه الدمويه. وين راح يصير الازمه؟ اذا تتجمع بالاوعيه الدمويه، ممكن بون تاثر على العظام كدني، تأثر على الكلى سكن، على الجلد سيريبرال فيزلز الأوعية الدموية العصبية ريتنا الميستنتريك والفيزلز، كل الأوعية الدموية تأثر عليها. تشو نيكروسيس تشمع بي وتليف بالأنسجة، وأوتوسبلينكتومي ممكن يكون تضخم بالطحال والبوينس يأثر على العظم. نجي على كلينيكال مانفستيجيشنز أو مال انفستيشنز أوف سكول سيلز أنيميا جنرال، عندنا أعراض سريرية عامة وعندنا الفاسكو كلوزيف للأوعية الدموية. نجي على العامة، الأعراض العامة possible growth alteration، يعني راح يسوي ارتداء بالنمو والنماء، يعني يقل، يعني مثلا نشوف طفل عمره 5 سنوات عمره، لكن من نشوف على النمو مالته مال واحد عمره 2 سنين يرتد. chronic anemia راح يصير فقر دم بمن hemoglobin level 6 to 9 gram. possible delayed sexual maturation راح نشوف تأخير في نضوج الجهاز التناسلي، ممكن إذا عدها دورة تتأخر الدورة مالتها، بدل ما تجيها ب 11 أو 12 سنة 14 ممكن تصير 15 16 17 سنة يلا تجيها الدورة، وهكذا. ماركت
المؤشر يكون susceptibility to sepsis، يعني يكون المضيف المستهدف للالتهابات والإصابات. بالنسبة للفازوغلوسيف الكريسيز، الأزمات الأوعية الدموية بين إيريا، راح يصير ألم بالمكان of involvement اللي هو موجود بها، مثلا الإكستريميتز الأطراف العليا والسفلى راح يصير بها بين ألم، والسولين يصير ورم. ليش يصير ورم؟ يعني ينسد الأوعية الدموية تتضخم. Of hand and feet بالقدم، اليد والقدم. Skull cells dactylic يعني يكون بسبب التورم يصير عندنا ألم مؤلم. In hand foot syndrome أو يكون متلازمة قدم واليد. Painful joint يصير ألم بالمفاصل. Abdomen من ناحية البطن severe pain، ألم بالبطن حاد. وأيضا يصير عندنا resembling acute surgical condition، يصير الألم يشبه العملية الجراحية. سيربرام الجهاز العصبي أو الدماغ، ستروك سكتة دماغية، فيجوال ديستربنسز يعني عدم أو اضطرابات في الرؤية. جيس بالنسبة للصدر راح يكون عنده سمتمز العلامات ريسيمبلينج منيومونيا تشبه علامات ذات الرئة بروتكتد أوبيوسيديز أوف ذا بولموناري ديزيز، وتشبه أيضا حلقات أو مشابهة لذات الرئة. ليفر الكبد أوبستراكتيف جوندس راح تنسد القناة الصفراوية، هبتيكوما راح يصير عندنا غيبوبة الكبدية. كدني بالكلى هيماتوري راح يصير عندنا بول دموي. جنتلز بالجهاز التناسلي راح يصير إبرابسيم يعني الضعف بينفول بين كوركيشن، وخلال فترة الانتصاب راح يصير للعضو راح يصير عنده ألم. من ناحية الأزمات اللي هي راح تكون سيكوستريشن كريسيس بولينج أوف لارج أماونت أوف بلود، من ناحية تجمع كميات كبيرة بالدم تتجمع في مكان معين راح يصير عندنا هيباتومولوج تضخم بالأوعية الدموية، وعندنا سيبلينوغلي أيضا تضخم بالطحال، وساركولاتوري كولابس وأيضا انهيار أو انفجار في الأوعية الدموية، لأن تعرفون تتجمع لأن ما تتحمل الامتداد. افكت كرونيك فازكولوسيف فينومينيا يعني الظاهرة، راح نشوف تأثيرات ظاهرة الأوعية الدموية المزمنة. هارت ناحية القلب، كارديوميغلي اللي هو سيستوليك مرمى، يمكن سامعين صوت مرمى مرمرز يعني نسمع صوت أثناء نخلي السيتوسكوب، وفي حالة سيستوليك في حالة الضغط الانقباضي أو انقباض القلب نسمع المرمى، يعني باللوب والدوبلوب راح نسمع بانقباض القلب نسمع في الصوت يسمونها المرمر. لانجز الرئة alterated pulmonary function راح نشوف تتغير هواية من وظائف الرئة. susceptibility راح يكون مستضيف أو يعني المستهدف بالالتهابات to infection، مضيف المستهدف للالتهابات. pulmonary insufficiency يعني عدم كفاءة أو قصور الرئة. كدني الكلى inability عدم القابلية constrict urine يعني طرح الإدرار أو السيطرة على الإدرار. neurosis راح يصير عندها سلاسل البول النهاري والليلي. progressive renal فلر مما يؤدي إلى عجز بالكلى. الليفر من ناحية الكبد هيباتومالي اللي هو كروهاسيس اللي تشمع الكبد كيروسيس تشمع الكبد كيروسيس، وانترا أبتك كولوستاسيس يعني اللي يقود بالمادة الصفراوية. سبلين الطحال سبلينوغلز اللي يكون تضخم الطحال، وأيضا سيسبتبلتي تو انفكشن القابلية على العدوى. مضيف functional reductions and insibling activity progressing autosiblinectomy يعني يقل كفاءة الطحال مما يؤدي إلى استئصاله. الايز العين intraocular abnormalities نشوف داخل العين غير طبيعي. with visual disturbances يعني اضطرابات بالرؤية. sometimes progresses retains detachment and blindness يعني نشوف قلة انفصال الشبكة تدريجيا ما يؤدي إلى blindness يعني العمى. extremities الأطراف avascular الأوعية الدموية necrosis راح تنفجرز of hip بالحوض or shoulder بالكتف يعني عفوا تنخر necrosis راح يصير تنخر في الهيب في منطقة الحوض أو الورك
أو الشولدر في منطقة الكتف. ليش؟ لأنه الإفيزوكلار الأوعية الدموية مثل ما قلنا يصير بيها تجمع. كرونيك ليج ألسر، وممكن يكون قرحة بالساق مزمنة تكون القرحة. سوسوبتابلتي تو أستوميلايتس، ممكن أيضا التهاب في نخاع العظم. سنترال نيرفس سيستم، ومن ناحية الجهاز العصبي المركزي سيزرز يصير عندنا نوبات عصبية. نجي على سبيشال انفستيكيشنز، التحاليل الخاصة أكيد السيكل سيلز الهولي جولي باديز، يعني نشوف تحاليل كريات الدم الحمراء والشكل مال كريات الدم الحمراء. تريتمنت العلاج سبيسيفيك تريتمنت از افيلبل هوفر ذي فولوينج شود بي داون. العلاج الرئيسي والمحدد لكل حالات مرضية يجب أن ينجز كما يأتي. أولا repeated A examination to check the retin، يجب فحص العين مباشرة ونشوف الاستجابة مالته. الفاكسين اللقاحات against pneumonia and influenza، وأيضا اللقاح للإنفلونزا. ليش نقول لقاح لذات الرئة والإنفلونزا؟ لأن ذكرنا كل مرة نذكر بالمحاضرة هو يكون المضيف للإصابة، المضيف للإصابة، فخوفا لا يصيب الإنفلونزا ذات الرئة يجب إعطاء اللقاحات. إعطاء الفوليك أسيد أحد العلاجات. أنتيبايوتكس بروفلاكسيز لأجنس نيمونيا يجب. البنسلين إعطاء المضادات الحيوية وبالذات إذا كان ذات الرئة والبنسلين. أفويد ديهايدريشن، نانا انتبهوا على هاي النقطة طلاب، تجنب الجفاف. As it may precipitated، يعني شنو vasculation crisis؟ ليش؟ حتى نساعد على أزمة التجمع. من كثرة السوائل راح تتبع كرات الدم الحمراء، ممكن أن تسير لكن منتقل وتجف راح يصير تيبس بها. لذلك إعطاء السوائل قد ما نقدر حتى ما تتجمع بالأوعية الدموية، نعطي مجال بأنه تقدر تتمس أو تسير بسبب تدفق السوائل. Treatment of the vasculitis glossive crisis، شنو العلاج اللي هو يصير بالأوعية الدموية؟ proper dehydration، قلت لكم مثل ما قلت لكم الإرواء المناسب. intran nasal oxygen، إعطاء داخل الأنف الأكسجين. aggressive narcotic analgesis، إعطاء العلاج في حالة الألم الحاد، أقوى مخدر ننطي. هيدروكسيا، ممكن إعطاء علاج الهيدروكسية، هذا بيش راح يساعدني علاج الهيدروكسية. They increase hemoglobin F، يزيد نسبة hemoglobin F inside the RBC داخل كرات الدم الحمراء. ممكن الهيموغلوبين F راح يعادل أو يتوازن ويا الS، لكن هو ما يشتغل دور الA أكيد، الهيموغلوبين A هو الأفضل. This decrease sinking of the cells، ممكن يقلل لكن ما يمنع، يقلل إحنا علاجه هو الA هيموغلوبين A. Treatment of underlying precipitating factors example infection، ايضا ممكن معالجة خلي تحت الخط العلاج اللي هو ممكن يكون معرض للعوامل الالتهابات، مثل ما قلنا susceptibility يكون مستضيف او مضيف خاص للانفلونزا او الاصابات الاخرى. تريتمنت العلاجات الثانية الاخرى اللي هي عدي فوليك اسيد، مثل ما عرفنا فوليك اسيد هو الحامض الفوليك. هنا عندنا انالجيسيك اللي هو مسكن الآلام. البي ام تي هنا يقصد البون مورو ترانس، يعني نقل نخاع العظم. انتيبوديز اجسام المضادة. اتشنال تريتمنت مي بي انكلود، ممكن اضافة بعض العلاجات اللي تتضمن ديلازة غسل الكلى اور كيدني ترانسبلانت او نقل الكلى. سيرجري جراحية فور اي بروبلم للمشاكل العين. هيب ريبليسمنت فور ذا فاسكولارز نيكروسيس ذا هيب، ممكن معالجة ال تشمعات أو التكدسات الموجودة بالأوعية الدموية في الحوض. surgery for legs ulcer، إذا كانت عندنا القرحة مستمرة بالساق يجب معالجتها جراحيا. نجي هسا على nursing care management، رعاية تمريضية. educated the family، تثقيف العائلة. and child، والطفل، إذا كان أكيد الطفل يعرف يفهمني يعني يستجيب لي. family education began with the explanation of the disease and consequences، ممكن متابعة المرض وشنو التقدم مالته. the nurse emphasizes، أيضا عبارات أخرى تستخدمها الممرضة very important، جدا مهمة. the quiet hydration، يعني الرطوبة أو الإماهة الجيدة للجسم، أرواء الجسم. prevent scaling and daily the dehydration stresses ثرمبوسيس، حتى نمنع التخثرات والتكتلات الموجودة. اسكيميك، ممكن يكون جلطة. سايكل، خلال الدورة.
it is not sufficiency to advise parent, إذا كانت غير كافئة يجب نصح العوائل force fluid بإعطاء الكمية السوائل بكثرة or encourage وتشجيعهم drink لشرب السوائل the need specific instruction هذا جدا مهم من ناحية التعليمات الخاصة on how many daily glasses وكم بجلاس يشرب باليوم or bottles أو البطل اللي يشربه of the fluid required حسب احتياجاته parent who are aware أنوير العوائل الغير عندهم وعي of the fact frequently use the usually measures discourage bedwetting such as limiting fluid يجب أن نتابع بحيث نحدد السوائل at night بالليل ايش قد يشرب and maybe resort punishment and shame وممكن نشوفه بالليل يتعفر يتبول الطفل راح يصير عنده ذنب شيم يقولون بأن أنت مسوي ذنب لكن هو مو ذنب لأن هو بسبب الحالة المرضية without control ما يقدر يسيطر force bladder control يعني ما يقدر يسيطر على يعني ما عنده القوة أو القدرة للسيطرة على المثانة فش يصير عنده neurosis سلس البول to treat it يجب معالجته as complication من المضاعفات of the disease لأن هو هذا النيروسيس يصير بسبب المضاعفات لذلك يجب معالجته such as joint pain أيضا pain joint pain ألم المفاصل أيضا معالجته or some other symptoms وأعراض أخرى elevated perinatal pressure on the child يجب أن عدم الضغط على الطفل any pain program أي ألم يحتاج إلى برامج should compete with psychological support وأيضا يحتاج إلى دعم نفسي to help لمساعدة الطفل child till they depression على مد ما صار عنده كآبة لأن ألم مستمر ألم مستمر صار عنده depression يعني شلون واحد يأس من نفسه لذلك يجب معالجته anxiety نعالج القلق اللي عنده and fear والخوف اللي عنده that may accompany this disease ممكن أيضا تكون مشارك للمرض يعني يساعد على المرض هاي الحالات اللي يمر بيها if blood transfusion خلال ما ينتقلون الدم exchanges أو تبديل الدم transfusion are giving يجب إعطاء the nurse الممرضة has the responsibility المسؤولية observing الملاحظة والمشاهدة for signs للعلامات of transfusion خلال نقل الدم reaction مثل التفاعل أو الحساسية because hypervolemia ممكن يكون حجم زيادة حجم الدم from too rapid transfusion خلال ما ينط الدم سريع فما ينط الدم سريع can increase ممكن يزيد أيضا they workload of the heart ممكن يأثر عمل القلب زيد من عمل القلب the nurse also الممرضة غالبيتها ويجب أن alert signs of cardiac failure حتى نشوف وتابع علامات عجز القلب is spleening sequestrations in the size يجب فحص الطحال بين فترة وفترة الحجم مات they spleen gently بلطف measurement حتى نشوف القياس by abdominal palpation يعني نخلي ايدينا على بطنه ونشوف ايش قد زاد حجم الطحال ممكن ان يكون متضخم the nurse should be aware الممرضة يجب ان يكون عندها وعي of spleen size بالحجم الطبيعي للطحال يعني اثناء palpation اثناء اللمس راح تعرف بان هو ممتدد او لا because they increase splenogly is a amino signs decreasing spleen size denotes responses to therapy حتى نلاحظ أثناء ما ينط العلاج راح يقل حجم الطحال vital signs علامات الحيوية and blood pressure وضغط الدم are also غالبيتها closely monitoring يعني مراقبة مغلقة شديدة for the impended shock حتى لا يصير عدة صدمة record intake تسجيل specials of IV fluid أي سوائل مأخوذة عن طريق الوريد و and output والخارجة يعني input والoutput the child's weight أيضا نراقب وزن الطفل should be taken admissions يعني ينوخذ أول ما يجي أول ما يفوت المستشفى on admission to severe baseline حتى نخلي الخط الطبيعي evaluating حتى نقيم baseline hydration إذا كان عنده جفاف أو لا يعني صعود الخط baseline أو تحت الخط إذا صعد baseline معناته overweight إذا قل baseline معناته dehydration because the diuresis بسبب المدررات can result electrolyte loss بسبب المدررات ممكن تنقص عدة شواهد الكهربائي فإذا يجب مراقبته بالوزن والinput والoutput the nurse also غالبية الممرضة observe تلاحظ of the signs hypokalemia نقص البوتاسيوم and should be familiar with the normal
سيرم الكترولات، وأيضا نسوي تحليل بسيرم شوارد الكهربائية value report changes، ونتابع إذا كانت تغيير بالريبورت بالتقرير. Nurse also غالبية الممرضة need تحتاج إلى aware إلى وعي of the signs symptom AC and CV A يعني أمراض القلب potential fatal complication ممكن أن تؤدي مضاعفاتها إلى قتل المريض.